القاضي ملك صبحي غزال من المحكمة الإدارية من المملكة الأردنية الهاشمية. نحن الآن في دورة تدريبية الأولى للاتحاد العربي للقضاء الإداري، وطبعا أهمية هذه الدورة للقضاء العربي بشكل عام بتوحيد الاجتهادات، بتوحيد المبادئ الإدارية، لأهمية المبادئ الإدارية بالقضاء الإداري، لأنه ما في مبادئ مقننة، أو القضاء الإداري هو عبارة عن قضاء غير مقنن، وبالتالي الاجتهادات مهمة جدا، والتعاون بين الدول العربية في توحيد هذه الاجتهادات هتكون الأهمية بمكان أنه نحن نطلع عليها ويتم تزويد القضاء العربي فيها. نشكر جدا جمهورية مصر العربية، ونشكر الاتحاد العربي للقضاء الإداري في توثيق هذه الصلات والتعاون بين القضاء العربي بشكل عام وكافة الدول العربية. شكرا.